أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن زفاف القرن الأسطوري ينتهي اليوم بعد أكثر من نصف عام تخيلوا من الاحتفالات. احتفالات طويلة فعلا. نتحدث بالطبع عن عرس أنانت ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني. تقديرات تشير إلى أن التكلفة تجاوزت 132 مليون دولار، وتقديرات أخرى تقول إن الاحتفالات كاملة ربما وصلت قيمتها إلى 600 مليون دولار. واو، رقم مهول. ولكن في كل الأحوال مشاهدينا يبدو أن عرس الهند الأسطوري تخطى في البذخ حفل ابنة الملياردير أمباني نفسه إيشا، والذي تكلف 100 مليون دولار في عام 2018. لا مش كتير، يعني الأرقام بالفعل كبيرة. عموما، سوق الأعراس الفاخرة في الهند توسع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، واليوم ينفق الهنود الأثرياء أكثر من 75 مليار دولار سنويا على حفلات الزفاف. على كل حال مشاهدينا، ننتقل مباشرة الآن إلى ريان والقصة الكاملة لأكثر من 6 أشهر من الاحتفالات، ألف ليلة وليلة يعني. شكرا يا راوي. يعني تفاصيل كثيرة. في ديسمبر الماضي تقدم أنانت ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني لخطبة راديك كاميرشانت بعد قصة حب طويلة، واقتصرت المناسبة على العائلة والأصدقاء. وفي يناير أقام الثنائي حفل خطوبتهما بحضور بعض من أكبر الأسماء في بوليوود. لكن أول احتفال ضخم كان في مارس الماضي، حفل ما قبل الزفاف الأول، وشارك فيه 1200 ضيف من بينهم بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، والمفاجأة عرض المطربة ريانا، وهي أول حفل كامل تحييه منذ 2016. وقبل الحفل أقامت عائلة أمباني مأدبة عشاء جماعية لأكثر من 50,000 قروي من الأسر الفقيرة خارج مدينة جامينغار. وفي أواخر مايو انطلق حفل ما قبل الزفاف الثاني، وفي رحلة بالبحر المتوسط امتدت لأربعة أيام للزوجين وأسرتيهما ومئات المدعوين، وبدأت في باليرمو وانتهت في روما. وعلى الرغم من سياسة عدم استخدام الهواتف في الحفل، أظهرت مقاطع الفيديو المسربة حفلات موسيقية لفرق ومطربين عالميين مثل باك ستريت بويز ودافيد غيتا وحتى الأوبرا لأندريا بوتشيلي. وفي الثاني من يوليو وضمن المراسم أقامت أسرة أمباني حفل زفاف جماعي لأكثر من 50 من الأزواج الفقراء، وتم توزيع الهدايا من الحلى الذهبية إلى احتياجاتهم من البقالة لمدة عام. وأخيرا يوم الجمعة بدأ حفل الزفاف في مبابي في مومباي طبعا، وانتهى أمس الأحد باحتفال أخير للزوجين وفي منزل عائلة الملياردير الهندي أمباني، الرجل الذي تزيد ثروته على 123 مليار دولار حسب فوربس. مشاهدينا، احنا بنرحب بضيوفنا في الاستوديو. معنا خبيرة المظهر لمع علاء الدين، اهلا وسهلا فيك يا لمع. صباح الخير لمع، اهلا وسهلا. ومعنا من بيروت ايضا منظم الافراح فادي فتوح، اهلا وسهلا فيك معنا في صباح العربية استاذ فادي. وخليني ابدا معك انا مباشرة، يعني حفل على مستوى اخر نهائيا،
ما بعرف اذا عمركم اصلا يعني في هذا المجال، مجال تنظيم الافراح، يعني تعاملتوا مع فرح من هذا المستوى. هذا يعني اول سؤال. السؤال الثاني، يعني هذا الفرح اخذ الكثير من الاهتمام واخذ ايضا كثير من الانتقادات. لتنظيم فرح مثل بهذا الشكل وعلى هذا المستوى، قد ايه بده تحضير؟ قد ايه بده، غير الفلوس طبعا احنا بنحكي عن مليارات، قد ايه بده جهد وعمل وفريق كامل لاتمامه؟ أول شيء صباح الخير. صباح. عادة نحن بتنظيم الأعراس، مجال تنظيم الأعراس، كل عرس نحن بنشتغله أكيد بده وقت كتير وتحضير كتير. العالم لما تجي على العرس أو على الفرح تجي بتشوفه جاهز، بس هو عادة هذا الشغل بيكون له تحضير مرات أكثر من سنة. أكيد نحن بنبلش بشيء اسمه مود بورد، كيف بدنا الستايل تبع العرس، بعدين ننتقل لمرحلة اللي بنرسم فيها للودينج كلياته، للكابل يشوفوا كيف رح يطلع الودينج اكزاكتلي. والشغلة اللي بعدها بننتقل للأشياء الثانية اللي بنقدر نحضرها كيف بدنا نشتغل. مجال تنظيم الأعراس مجال ضخم كثير، صار ودينج اندستري يعني بنسميه نحن، من 15 سنة لهلا صار كثير عم يكبر، صار في كثير أشياء. صح اكزاكتلي. صار عم يتغير العالم، بدها أشياء جديدة، العالم بدها أشياء مثل ما بيقولوا out of the box، يعني بيطلع أشياء غريبة وأشياء منا منشافة. نعم أشياء مختلفة. الواقع نحن اللي بنشتغل فيه هو يمكن الدومين اللي القليل اللي بيجمع أكثر من شغلة مع بعض. يعني نحن بنحكي عن موضوع الكونستراكشنز، الصناعة، مرات كتير نحن مثل ما صار بهذا العرس بنروح على اريا فاضيه او اي مطرح فاضي او وير هاوس او اي تنت نحن بنعمرها، مرات نحن بنعمرها، مرات نعمل كونستراكشنز، بنبلش من سكراتش من الزيرو، نرجع بننقل لشغله ثانيه اللي هي بتتعلق بالديكوريشن، موضوع كيف بدنا نلبس هيدي الاريا كلياتها، من السقف، من الحيطان، من الفلور. بننقل بعدين لموضوع اللي خاصه بكل شيء اف ام بي، اللي هو خاصه بالفود اند بيفرجز، الطعام والمشروبات اللي بتكون نعم بقلب الفرح. هيدول ديتيلز كثير تحديات بقلب الفرح. تحديات طبعا كبيره بتواجهكم. 100% اكيد. استاذ فادي بس لو بتضل معنا شوي بدنا نحكي شوي عن صح. المعازيم يلي كانوا وكيف بدنا نلبسهم الحضور يلي كان. فطبعا هذا العرس يعني كان فيه نجوم ومشاهير سياسيين وفنانين ورياضيين حضروا حفل زفاف ابن اغنى رجل في اسيا الذي بدا يوم الجمعه الماضي. سنتعرف على بعض المدعوين مع الزميل ليث بزاري. اليك ليث. يا ريتني كنت مدعو يا نور ورايا. كلياتنا كنا حابين نكون مدعوين. وانتوا على الاقل ضليتوا بنفس الاجواء انت ولما، يعني بيأذيكم بعرفش احنا شو ناقصنا ليه مش لابسين ساري. فعلا العرس الجاي جبنا ساري معكم. تفضل يا ليث. عرس القرن في الهند جمع العديد من النجوم والمشاهير والشخصيات البارزة، سواء في الحفلات ما قبل الزفاف أو بري ويدنج أو حفل الزفاف نفسه، وكل الدعوات مدفوعة المصاريف، يعني شامل الإقامة ورحلات الطيران إلى مومباي وأجنحة الفنادق طبعا الفخمة. نجم التلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي من أبرز الشخصيات المدعوة لحفل الزفاف. ومن الفنانين حضرت ملكة جمال الهند السابقة تشوبرا طبعا، وزوجها المغني نيك جوناس، وصفة نجوم بوليوود طبعا، وعلى رأسهم شاروخان. ومن عالم الرياضة تم توجيه الدعوة للاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكام وزوجته مصممة الأزياء والمغنية فيكتوريا بيكام، ورئيس الفيفا نفسه جاني أنفانتينو وزوجته اللبنانية لينا الأشقر. وفي الرياضة أيضا خارج كرة القدم حضر الملاكم الأمريكي مايك تايسون والمصارع ونجم هوليوود جوني سينا المشهور بإشارته الهيك. وفي عالم السياسة حضرت جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وأيضا بوريس جونسون وتوني بلير رؤساء وزراء بريطانيا سابقا، وشفنا كمان مارت توني بلير تشيري موجودة في العرس. ومن أصحاب العلامات التجارية البارزة حضرت عربيا منى قطان صاحبة شركة هدى بيوتي من ضمن الحضور. نرجع لكم بنتابع أخبار هالعرس الأسطوري. We'll be right back.
كأنه فيلم. أنا شايفة صح، ما أجمل الألوان. الألوان وبعدين أنا مش عارفة هن ملبسين المعازيم برضو ولا واحد لابس، وفيك تحسي بالثقافة الهندية بكل تفصيلة صغيرة موجودة بالعرس. عن مليارات يا نور، مش أي كلام، مش 100 مليون زي أختو. تحكي الفلوس يا راوية. بالضبط. طيب احنا طبعا معنا لما ايضا، طبعا خبيره المظهر لما علاء الدين، برحب فيكي مره ثانيه يا لما. واليوم لما رح تحكي لنا عن طقوس العرس الهندي لانه مختلف تماما عن اي عرس اخر. خبرينا الطقوس اليوم. يلا. اول شيء كنت حابه احكي عن فستان العروس اذا بنقدر قبل الطقوس، بس صعب. يبقى نبلش باللهنجا. اللهنجا هو فستان العروس، هو دائما فستان العروس هو بيكون نجم الحفل. يعني حتى بالاعراس باي ثقافه. كنت حابه افرجيكم صور لانه في فستانين بتختار منهم العروس، اللهنجا والساري. أوكي. الساري اللي هو متبع، اللي هو قطعه واحده. هو الفرق بين اللهنجا والساري هي القطعه التحتانيه. الساري هو الشال المتواصل اللي زي ما انا لفه، اللي هو تنوره وبيغطي على بياخذ ساعات عشان تلبسيه. عم نشوف هلا الصوره يمكن. واحمر بيكون لونه تبع للعرس. في اكثر من لون بيختاروا منه، احمر او اصفر او اخضر. وفي اللهنجا اللي هي التنوره. فصارت تختار العروس، وزي ما لاحظنا راديكا كانت مرات لابسه ساري مره واحده وكثرت كثير من اللهنجا. اللهنجا التنوره فاسهل لهم باللبس، فالعروس عندها هدول الاختيارين، يا لهنجا يا يعني ساري. هي اثناء الحفل بتبدل ثيابها كم مره؟ لا، انت فيك تختاري اما هذا التايب من الفستان او هذا التايب من الفستان. فالساري هو الشال الطويل اللي بتلفيه تحت زي اللي انت لابستيه، واللهنجا التنوره. بالضبط. بس على كل حال انا متاكده بانها غيرت اكثر من مره. ما هي اكثر من حفله راويه، اربع خمس ايام، فكل يوم لبسها. وكان في بشهر 3 ابريل، كان في بريود اشهر بيحتاجوا. طيب بالنسبه للباس العريس كمان عنده اشيين يختار منهم، الشرفاني وعنده الاتشكان. الشرفاني انا لاحظت انا كان لابس كثير شرفاني كثر، الاتشكان اللي هو اطول وبينزل للركبه اكثر وزي اي لاين الجاكيت. نحكي عن الجاكيت. على الجاكيت. بالضبط. وابيض، اللون ابيض نوع كثير هلا. هم بيعتمدوا كثير الاحمر، بحبوه كثير، برمز لهم. لا، برمز لهم بالمحبه، بالقوه، كثير بيعني لهم اللون الاحمر. لبس هو هالمره الوان الموضه اللي هو الباستيل، كثير حتى العيله كلها الباستيل، الزهر الفاتح، لبسوا هاي الالوان الفاتحه بس كثير حبيت. ندخل شوية على الطقوس. كثير حبيت أنا يعني، وأنا عم بحضر المادة عن جد رحت أتذكر لأيام زمان أميتاب باتشان وهاي دخلت في هذه دخلت في هذه الأجواء. أصلاً عندهم أجمل اللي حطيتيه على راسك أنت عن جد. أنا بشكر صحباتي اللي فمندخل على أول. قبل هذا كنت حابة أحكي على عقد ونوع من المجوهرات اللي كثير عندهم لازم تلبسه العروس، اللي اسمه المانجل سوترا. المانجل سوترا هي عبارة عن عقد بالذهب وخرز أسود. خسارة ما عندنا صورة نفرجيها. لا هيو هذا هي مانجل سوترا. مانجل سوترا. العقد هو عبارة عن عقد ذهب وخرز أسود بتتلبس خلال العرس، فهي ضرورية تكون بالعرس وبتلبسها العروس من يوم عرسها، بتضلها لبسها تحت الملابس تبعتها، بتلبسها العريس من إحدى الطقوس. الأحجار الكريمة بيكون معمول ذهب. أقول لك من وين إجت فكرة هاي. بالزمانات كان ينقعوا الخيط بالكركم، وكان أول عقدة يعملها العريس والعقدة الثانية تعملها خواته وتلبسها وضلها لبسها على طول تحت الملابس. تطور الخيط الكركم ليصير خيط ذهب والخرز الأسود ليمنع العين. فلازم يلبسها بالعرس هذه القطعة اللي اسمها المانجل حلو سترا. كل الطقوس إلها رموز، يعني كلها إلها معاني، مش هيك إشي اعتباطي يعني. جميل. نبلش بالطقوس. أول طقس عندهم الهالدي سيرموني، واللي هو هذا تحميم العريس أو تحميم العريس والعروسة بالكركم. لازم يغطسوهم الشاور وال مثلا، بس بيكون في العريس كمان. ليش كركم؟ بيجي من المطبخ عندهم. كانت الجدة بالزمان تستخدم الكركم لتنقية الجروح ولتنقية البشرة. هو مفيد طبعا كتير للجسم. بالضبط. فبيعتبروا لما بيحمموهم كأنه غسلوهم. دخلوا حياة جديدة على ظاهر، بداية جديدة. يعني بداية جديدة، صفحة بيضة دخلوا. هذا الهالدي حتى شفتها هي لابسة فستان أصفر على كركم مستوحى راديكا. عفوا. تاني واحد أحكي عنه المهندي سيرموني، اللي هو الطقس الحناء. يعني الحنة شكله اجت من عندهم ما بعرف او من قبل عندنا للعالم العربي. بالضبط. فالعروس هذه ليلتها بحطوا لها الحنة، برسموا ايديها واجاها، فهذه الليله مخصوص للعروس. كل هاي ايام قبل العرس. ندخل ليوم العرس.
يوم العرس عنده أكثر من طقس. أول طقس هو البارات سيرموني اللي هو بيجي العريس فيه على حصان أبيض، وشفناه هو نازل من سيارة فارهة وبعدين ركب الحصان جوا القاع فيعني التزم فيها. الحصان الأبيض برمز برضو للنقاء والطهارة. هو العريس لازم لبسوه عمامة ويحطوا عليها ورد من وراء. أول ما بيوصل بلبسها للعروس هذا الورد. مين بيستقبله بالطقوس؟ بعرفش هون ما شفنا هذا المنظر. أم العروس لازم تستقبله للعريس وتحط له الكركم مع الزئبق الإشارة الحمراء اللي إحنا متعودين عليها. إنه هو أصبح متزوج. خلاص يعني. متزوج وباركوه وصار جزء من العيلة. بينزل بيروح بيقعد جنب العروس. العروس لازم تقعد على شماله الجهة الأقرب لجسمه. وهون ببلش تاني سيرموني تاني طقس اللي اسمه المندب. بدنا نروح هلا لقسم الازياء لما رح نرجع لهي الطقوس. هلا انا كثير بعد اذنك مهمه جدا، لكن في بدنا نحكي شوي عن الازياء بالفعل، لانه بدنا نحكي عن ازياء العروسين والعائله خلال كل هاي الايام الماضيه. خلينا نبلش نشوف الصور. ناخذ نظره. تفضل شوفنا الصور. فيلم هذا كله كان فيه صور. لما قبل ما نرجع لك، بس أنا حابة أرجع لبيروت مع ضيفنا الأستاذ فادي فتوح منظم الأفراح. أستاذ فادي، أنا حابة أعرف من وجهة نظرك، أنت موجود بهذا المجال وتعمل به، شو أكثر شيء لفتك بهذا العرس؟ يمكن شيء ما لفتنا نحن كمشاهدين عاديين، لكن أنت كخبير بالمجال لفتك أو استرعى انتباهك؟ بصراحة هذا الفرح أخذ كثير على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات ضجة كبيرة. الفكرة بالموضوع أنه غير أنه هذا الشخص مشهور وكل العالم تعرفه، الفكرة هي كمية البزخ اللي كان موجود بهذا الفرح اللي العالم كلها تحكيت فيه. العالم يمكن ما شافت بمطرح معين أنه هذا الفرح الأدي لازم يكلف من ناحية الديكورات، بس مثل ما قلتوا حضرتكم أنه الوقت اللي انشغل اللي هو صلوا عم دار تقريبا 6 أشهر عم ينشغل هيدا الودينج من حفله لحفله. نحن من اشياء بنسميها بري ودينج والاشياء اللي بتنعمل بالافراح. الفرح هيدا كلف من بطاقات الدعوه، بلش الشغل من بطاقات الدعوه اللي كانت مكلفه كثير، وكفى للتيكتس وللاكوموديشنز وللرحلات اللي ضيوف اللي كانوا موجودين طبعا، لانه كلهم يعني انعزموا لكل شيء، يعني تم التكفل بكل هذه صحيح والتكاليف طبعا. لفتني انه عندك ريانا اللي كانت بقلب الفرح اللي طولت كثير، يعني عاده الستارز ما بيجوا هالفتره الطويله. لا، وعملت شو كامل اعتقد اول مره، كانت مضعوف ضلت معهم من عده اعوام، شو كامل تقريبا ريانا. صح هيدا الشغله بقى مفروض هيدي القصص كلها اذا بتنجمع اكيد بدها تكلف هيدي الاموال الكبيره. اكيد الفرح اخذ ضجه كبيره، ولفتني موضوع الحضور اللي الموجودين بقلبه والمشاهير اللي كانت موجوده وموضوع الانترتينمنت. حتى الفرح بحد ذاته انه كيف ادى هيدا الوقت كلياته لمده 6 أشهر، هيدا شغله عن جد فريده من نوعها يعني. كان شيء مميز. كل شيء اخذ حقه بهالعرس، يعني عم نحكي عن مليارات، يعني نضلنا نذكر ما في اي شيء تم اغفاله او اخذ وقت اقل أبداً. طيب خليك معنا استاذ فادي، احنا خلينا نرجع لك لما عشان نحكي عن الازياء يعني هيك قبل ما يدركنا الوقت. ففي ما بعرف اذا في لسه عندنا كمان صور، بس لاحظنا كثير في، اذا عندك اي تعليق هيك بشكل عام، قد ما في ازياء، قد ما في الوان، قد ما في بريق. انا حبيت الواحد بطل عارف وين يطلع. غطينا مع بعض الفقره بشهر ابريل اللي هي بالبري ويدنج، كنت وقتها منزعجه من كثره الالوان مع المجوهرات انه كثير في بالصوره. هذا المره بالعكس كثير حسيت تناسق المجوهرات مع الالوان الفستان، كانهم هيك لوحه فنيه كانت.
كثير كانوا مستخدمين الالوان هاديه الباستيل. انت قلتي الباستيل هي الوان اللي هلا رائجه بقى يعني عشان ناخذ منك نصائح تفيدنا لانه يعني العرس مش فهي بالزبط. الوان الباستيلز يعني هاي وهم كانوا لابسينها فمشيت. بتعرفي قبل كانوا لابسين الاحمر الكحلي الالوان الكثير صارخه مع المجوهرات كانت كثير. هالمره حسيت لا في تناسق بالالوان. هلا هي لبست راديكا لبست فستان كنت عم بقرا عنه مصمم مشهور عندهم كثير اسمه ابو جاني جاب رسام ونحات يرسم على الفستان 12 بانل على كنفة طليانية رسم مخلوقات بشرية ورسم حيوانات برية لأنه هي كتير بتعشق الحيوانات البرية حتى أخذوا المعازيم أظن في رحلة على السفاري وهيك. سلام. هذا الفستان ما تنكلف كتير وأيام. أم العريس كانت لابسة كمان فستان كلا يعني قعدوا عليه يشتغلوا 40 ساعة متواصلة عشان يخلصوا. وطبعاً الهند مشهورين بالأشغال اليدوية التطريز والخرز وهيك بطريقة جميلة جداً. نشكرك جزيل الشكر إذن خبيرة المظهر لمع علاء الدين كانت معنا في الاستوديو ونشكر أيضاً منظم الأفراح فادي فتوح اللي كان معنا من بيروت. شكراً.